تتميز واحد سيوة بتمورها ذات المذاق الخاص التي يقبل على شرائها المصريون والأجانب خلال زيارتهم للواحة الخضراء، ولا تخلو أي مائدة رمضانية من التمور السيوية التي يتم تصديرها كذلك إلى عدة دول. هنا في الصحراء الغربية وتحديدا واحد سيوة التي تعد من أهم المناطق بمصر إنتاجا لأنواع متعددة من التمور والتي تتميز بجودة الإنتاج تتلقى قبولا كبيرا في الأسواق المحلية. واحة سيوة تتميز بتمورها التي لها مذاق خاص ويقبل على شرائها المصريون والأجانب خلال زيارتهم للواحة الخضراء، ولا تخلي أي مائدة رمضانية منه، كما أنه يتم تصديره إلى عدة دول. واحة سيوة بتشتهر بأصناف كثيرة جدا من التمور، وعلى رأسها أو على رأس القائمة اللي بتشتهر بها واحة سيوة الصنف السيوي والصنف البرحي اللي بدأنا نزرعه قريب جدا، والصنف المجدول، وده طبعا بيرجع بفضل توجيهات سيادة رئيس الجمهورية إن احنا نبدأ نزرع الأصناف المطلوبة في الأسواق العالمية بحيث إن احنا نقدر نتواكب مع متطلبات السوق العالمية. واحد سيوة بتشتهر بأصناف كثيرة جدا، على رأسها صنف شوكو جبيل والتتاكت والغزالي وصنف الشيخ، وفي أصناف تتغخت، وفي صوابع العروس، وفي الفريحة طبعا بأنواع المختلفة اللي هو النواشف. لكن اللي احنا بنستخدمه داخل المصانع وزي بيتم عليه صناعة كاملة اللي هو صنف السيوي اللي احنا بنقدر نوجده بكميات كبيرة جدا، وده بيميز واحد سيوة إن هو فيه كميات كبيرة جدا من الصنف ده. وهناك أنواع عديدة للتمور بواحد سيوة، منها السيوي والغزالي والفريحي وصوابع العروسة، كما يتم تصنيع منتجات للتمر. المصنع هنا بيشتغل في السيوي الصعيدي. مراحل التصنيع بعد ما بنستلم المزارعين وبنمر بالمرحلة اللي هي الأولية بقى خالص، تمام. مراحل التصنيع عندنا اللي هي أول حاجة خط الغسيل، بيتم غسيل البلح، اوكي. بعد كده بيدخل التجفيف، هو مش تجفيف تام لان هو البلح نصف جاف، تمام. فاحنا بنحاول نوصل لدرجه اللي هي نصف جاف، لا اللي هو بيبقى ناشف تماما ولا اللي هو طري، بحيث ان هو ايه الميه او الرطوبه دي بتقلل صلاحيه الشيء عموما، يعني مش التمر بس. بس بعد ما بيطلع من التجفيف بيدخل مرحله تهدئه، يبرد، يعني تقدر تقولي يبرد، يهدى شوية بحيث نقدر نتعامل معاه. بيبتدي بعد كده مرحلة فرز. فالتمور من الصنف السيوي تمر على عدة مراحل خلال تصنيعه، حيث يتم استلام التمر في المصنع ويمر بمرحلة الغسيل، ثم وضع داخل نفق التجفيف، ثم نقله إلى نفق التبريد، ثم تبدأ مرحلة الفرز، ثم التعبئة والتغليف.